احكي معه فورا. سيد المحيط ساهر. سيد المحيط ساهر. لا تخاف، هو غمي هلأ شوي وبيصحى. سيد المحيط. اللي شو صار معك سيد المحيط؟ أنا ما فهمت أنت كيف رحت بالطريق الغلط، بعدت كتير عنا. أنا ما بعرف يا سيد الهند، ما بتذكر أي شيء. أنا تعبت وحسيت حالي ضايف. أنا ما بعرف شو صار لي وقتها، كنت خايف ما أرجع شوفك. أنا تعبان كتير. أنا لازم اتصل بالبيت هلأ وخبر خالتي بكل شي صار. سيد الهند، لا بترجاك، فدية رح تخاف علي كتير. من يوم ورايح أنا ما رح أسمع كلامك سيد المحيط. صحتك مو شغلة بسيطة، أنت كنت رح توقع على تحت، وما بقدر خبي اللي صار عن خالتي. سيد الهند. بارات، لحظة، أكيد أنت بتعرف شو رح يصير إذا اتصلت بالبيت بهالوقت المتأخر. هنن أكيد رح يرتعبوا ويخافوا عليه ويجوا لهم بآخر الليل. بارات، هيك شغلات بتصير معنا بالمخيم على طول. قلي، لكن ليش بيجوا الأولاد لهون؟ ليش بيبعدوا عن أهلهم؟ وليش هنن بيخاطروا؟ مشان يصير يعتمدوا على حالهم وما يحتاجوا أي حدا. لازم الواحد يتعلم من غلطه مشان ما يعيده. تعرف شو رح يصير إذا اتصلت بالبيت؟ تعرف شو رح يعمل؟ هنن رح يجوا فورا، وساهر ما رح يضل معك، ورح يزعل ساهر كتير. هو مبسوط كتير لأنه هون معنا بالمخيم، ما بيصير تزعله. بنصحك لا تعمل هيك فيه يا بارات. ساهر لازم يتعلم مثل كل الأولاد. هو أكيد غلط اليوم، بس ما رح يعيدها مرة تانية. ألو بارات، أنا خالتك فدية. كيفك؟ أنا منيح كتير خالتي. كيفو ساهر؟ طمني. سيد المحيط. هو كمان كتير منيح. بدي أحكي معه لأطمن عليه. إيه خالتي، سيد المحيط خالتي بدها تحكي معك، تعال بسرعة بسرعة. لك يلا.